الجولة الثانية من المباحثات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الكتل الشيعية تنتظرها محافظة النجف خلال الأسبوع الحالي. ائتلاف دولة القانون يطمح بإقناع السيد الصدر لإشراكه وباقي الكتل الشيعية بتشكيل الحكومة المقبلة في ظل إصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. كدولة كان نؤمن بأنه نشارك في هذه الدولة، نشارك في شراكة إطار مع الإخوة الصدريين، نشارك بمقدار حجمنا 40 نائب، عندنا وزن 40 نائب في تشكيل وتنظيم الحكومة. واضح رئيس الوزراء نائبة، وزير النفط كل وزير له بصراحة وزنه البرلماني، وحاضرين من هذه القضية بأن نكون نحن مشاركين في هذه الحكومة، بل نسعى أن نشارك في هذه الحكومة. الكتل الشيعية التقليدية لم تعد تنافس التيار الصدري على صدارة البيت السياسي الشيعي، لكن إشراك جميعها في الحكم أو جزء منها هو ما يشكل هاجس قلق للبعض منها، معولين على موقف باقي المكونات السياسية للضغط باتجاه تشكيل حكومة توافقية. حتى التيار الصدري من حيث المبدأ هو ليس رافض لتشكيل حكومة توافقية، بدليل أن الرسالة التي أرسلها السيد أو التصريحات السيد مقتدى الصدر إلى قوى الفتح، هو يرغب بمشاركتهم في الحكومة لكن لديه مجموعة شروط. إذن بمجرد قبول السيد مقتدى بمشاركة قوى الفتح أو قوى الإطار بصورة عامة في الحكومة معه بهذه الشروط، هذا يعني أنه قبوله من حيث المبدأ بحكومة التوافق. وبين لغة الأرقام التي تفرض على التيار الصدري ضمان أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب لتمرير الرئاسات الثلاث، وإصرار الكتل الشيعية على المشاركة في الحكم، يترقب الشارع العراقي لقاء الحنانة في النجف لفك رموز معادلة تشكيل الحكومة المقبلة. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.